حياكم الله في هذا الفيديو. إن شاء الله راح نتعرف على البيج أو بشكل أعمق. طبعاً إيش هي البيج أو؟ اللي شاف منكم سلايدات أو شاف شروحات أو درس المادة سابقاً، أول ما ندخل إحنا نشوف هذا الشابتر الجديد في الديتا ستراكشر، وبالمقابل الشابتر هذا ما يرتبط بشكل مباشر بالديتا ستراكشر، لأن فكرة البيج أو نوتيشن أو فكرة البرفورمانس أناليسس تتعلق أكثر بالألغوريثم نفسها، كيف تكون الألغوريثم مميزة أو سريعة، لكن ما يتعلق بالديتا ستراكشر نفسها. يعني أنا مو قاعد أتكلم عن لينك ليست، مو قاعد أتكلم عن الري، مو قاعد أتكلم عن الري ليست، لا أنا أتكلم عن ألغوريثم. الألغوريثم تعني خوارزمية. أمثل على الألغوريثم، أي قطعة كود تعمل أو تقوم بأكشن معين هذه عبارة عن ألغوريثم، تمام؟ هذه عبارة عن خوارزمية. فلو أنا جيت وقلت يا عبد العزيز أبغاك تسوي الخوارزمية أو أبغاك تسوي الكود الفلاني، فأنت راح تتبع الخوارزمية بشكل تلقائي، راح تكتب الكود حسب ما تعلمته أنت في جافا 1 وجافا 2. ثم جيت وقلت والله يا سامي أبغاك تسوي نفس الكود لكن بطريقتك، فكل واحد منكم راح يحلها بطريقة مختلفة. طيب لما نجي في الأخير نبغى نسوي تيست نشوف مين الأسرع، اي الجوريثم، هل هي الجوريثم او خوارزميه عبد العزيز ولا خوارزميه سامي؟ طيب هنا الحين المقياس اللي احنا نبغى نقيسه، كيف نقيس، كيف نعرف اي واحده فيهم اسرع، وكيف احنا نتعلم ان احنا نختار الطرق الاسرع في كتابه الكود؟ اللي ذكرته الان هذا هو خلاصه البيج او بشكل عام، لكن بشكل خاص ايش نوع الاسئله اللي جتنا في الترم الماضي وكيف احنا نقدر نحلها؟ طريقه الاسئله كانت تجي انه يجيب لي الجوريثم معينه يقول لي اكتب لي ايش البيج او تبعها، بس هذه اشهر الاسئله اللي جت، راح تشوفون منها اكزامبلز موجوده هنا في التوتوريال. خلونا نركز الحين على الالجوريثمز، ايش انواع او الاقسام اللي تطلع فيها ترتيبات الخوارزميات اللي هي احنا نسميها تايم كومبلكسيتي. لو تشوفون هنا الالجوريثم اناليسس في عندنا 1 2 3 4 5 6 7 اقسام. يعني لما أنا جيت وقارنت بين الألغوريثم اللي سواها عبد العزيز والألغوريثم اللي سواها سامي، كل واحد منهم حسب الأوتبوت تبع، حسب الريزولت، حسب سرعة الألغوريثم راح تندرج تحت واحدة من هذه الأقسام. طيب الأقسام الموجودة اللي هي أولاً الكونستنت، لما تكون الألغوريثم كونستنت هذه أسرع شيء. كونستنت يعني ثابت ونرمز لها بالرقم 1، لأنها ما تأخذ إلا عملية خطوة واحدة فقط. زي إيش؟ زي لما نقول انت الاكس يساوي 10، هذه كونستنت، هذه عمليه واحده، ستيب واحده، مجرد عمليه اسناد. فلما انا يكون عندي الجوريثم كلها عمليات اسناد، فاذا في الاخير التايم كومبلكس تبعها سريع جدا ما ياخذ وقت. النقطه اللي بعدها وراح نمشي الحين فيها بشكل سريع، عندنا لوج الان ثم عندنا الان. اول شيء راح نعرف ايش الان، لان لو تلاحظون الان متكرره في جميع الكومبلكسيتيز اللي بعدها. ايش الان؟ الان هو الانبوت، هو رقم افتراضي، ممكن يكون 100، ممكن يكون 1000، ممكن يكون مليون، ممكن يكون مليار. هذا الرقم الافتراضي عن طريق اليوزر احنا راح نفترض انه يكون اي رقم. فهنا لما نقول الان معناه ان هذه الان اللي في الوسط، هذه رقم 3، هي زي ما هو الانبوت يطلع لي الاوتبوت. يعني لو كان الانبوت يساوي 100 فان الاوتبوت بيطلع لي 100. هذه مين؟ هذه اللينير. يعني لو طلبنا من اليوزر ادخال قيمه، دخل لي 100، سوينا فور لوب بلف 100 مره، فاذا هذه لينير لانها بتلف ان من المرات. نفس الانبوت هو نفس الاوتبوت. طيب الحين نبغى نروح نشوف اللي فوقها واللي تحتها ايش. اللي فوقها لوج الان، انتبهوا للكام، يعطيكم العافيه. اللي فوقها لوج الان، لوج الان هذه اقل من الان، يعني ما راح تصير 100. يعني لو جاء اليوزر وادخل 100 فان لوج الان راح تكون اقل بكثير. ليش؟ لان لوج الان هو عباره عن تقسيم العمليات كل مره على 2، أو ضرب العمليات كل مرة في 2، فراح يكون مضاعفات الاثنين أو مضاعفات الرقم، أو سواء صعودا أو نزولا. فإذا لما أنا
انتقل من صفر الى 100، ما راح انتقل صفر 1 2 3 4 الى 100، هذه 100 مره، لا راح انتقل بالمضاعفات. اول شيء من صفر الى 2، بعدين من 2 الى 4، بعدين من 4 الى 8، بعدين من 8 الى 16، بعدين من 16 الى 32، من 32 الى 64. فلاحظوا عدد القفزات اللي قاعد يسويها. فبالتالي لما نشوف ان في الفور لوب مثلا اللي هو عمليه الابديت، بدل لا تكون مثلا اي بلس بلس، بتصير ايش؟ بتصير اي مثلا تايمز ايكوالز 2، فبيكون كل مره يضرب في 2. فمتى ما شفنا هذه او اي ديفايد ايكوال 2، هذه الثنتين مباشره راح نعرف انها تعني لوج الان، لانه مو قاعد يلف على كل الارقام، قاعد يمشي بالمضاعفات نزولا وصعودا. طيب تمام، عرفنا الكونستنت، عرفنا اللوغاريتمك اللي هي لوج الان، وعرفنا اللينير اللي هي الان. طيب ايش ان لوج الان، او متى يكون عندي خوارزميه يكون التايم كومبلكسي تبعها ان لوج الان؟ لو ندمج الثنتين هذه مع بعض اللي هي لوج الان وان، راح يعطيني ان لوج الان كل اختصار. يعني لما يكون عندي نيستد لوب، اللوب الاولى بتلف 100 مره، اللوب الثانيه ايضا بتلف الى 100، لكن الابديت تبعها بيكون مضروب في 2 مثلا. فاذا الاولى هذه ان، الثانيه عباره عن لوج الان، فلما نضرب ان في لوج الان ايش بيعطيني؟ ان لوج الان. فهذه ابرز العمليات اللي تجي عندنا، لما يكون عندي اللوب الاولى ان واللوب الثانية log ال n، نضربهم في بعض بيعطيني n log ال n. تمام، العملية اللي بعدها أسهل منها بكثير، اللي هي n تربيع. لما يكون عندي لوب أول مثلا يلف 100 مرة، ولوب ثاني برضو يلف 100 مرة، يعني هذا يلف n من المرات، هذا يلف n من المرات. طيب لما نضرب n في n إيش بيعطيني؟ يعطيني n تربيع. فمعناها متى ما صار عندي نيستد لوب وكلهم يلفون فل ان، يلفون الان كامله، في هذه الحاله راح يكون عندنا التايم كومبلكسيتي ان تربيع. طيب لما يكون عندي 3 4 لوبس، معناها ايضا بنضرب الان، هذه بيصير عندي ان ضرب ان ضرب ان، يعني بيصير عندي ايش؟ كيوبيك ان تكعيب. هذه الكومبلكسيتي اللي بعدها. واخيرا عندي exponential اللي هي 2 to the power of n، وهذه راح نشوف عليها example في الأخير هنا في هذه السلايدات. فأنا ما راح أمشي على السلايدات هذه كاملة، لأن السلايدات هنا الجزئيات قاعد يشرح باختصار الجزئيات النظرية. أنا عشان أرجع وأفهم وأقدر أوضح لكم هذا الكلام كله، رحت قرأت الشابتر في الكتاب كامل، طيب، وجبت لكم الحين الخلاصة وذكرتها لكم قبل شوي. فاللي ذكرناه الحين قبل شوي في الشرح المبسط هو كل الكلام الموجود هنا. احنا حاليا وحسب الاسئله اللي شفناها في الترم الماضي تقريبا نحتاج ان نفهم الاوفرول ايديا، نحتاج نفهم الفكره الاساسيه، الباقي بيعتمد على ان احنا نشوف اكسرسايزز كثير مختلفه نتدرب عليها. على سبيل المثال انا بوريكم امثله جميله جدا، طبعا مو في سلايداتكم، في سلايدات جامعه الملك سعود، لكن فيها طرق جميله لتحليل كل سؤال، يعني راح نمشي على اكزامبلز. خلونا نشوف الالجوريثم الاول هذا، هذه algorithm. طيب وهنا سميناها algorithm someone، طبعا سميناها algorithm، هي عبارة عن method بس احنا سميناها algorithm. حتى لو تشوفون الكود الموجود هنا مو جافا كود، هذا سيدو كود، يعني ميكس بين جافا وبين انجلش. طيب راح نسوي تحليل analysis لهذه algorithm ونعرف هي من اي نوع، نعرف ايش البيج او تبعها، هل هو constant، هل هو log n، هل هو n تربيع إلى آخره. طيب كيف نبدأ في التحليل؟ طبعا الالجوريثم من هنا إلى هنا، وأنا بوريكم الحين step by step العمليات اللي سويناها هنا في الحل عشان نعرف لما نشوف الالجوريثم كيف إحنا نحللها ونطلع الناتج. طبعا الهيدر تبع المثد إحنا مجرد إحنا نستقبل قيمة هنا، فهذه ما فيها أي frequency، يعني هذه ما تكلفني اي وقت. واحنا نتكلم عن وقت، تخيلوا معي الميموري، اوكي، هذه الميموري تكون مقسمه، في عندنا طريقتين احنا في
تتبع الالجوريثم. الطريقه الاولى هي مدى استهلاكها للميموري، هل تستهلك مساحه كبيره او قليله، لكن هذه احنا ما راح نتكلم عنها. احنا نتكلم عن الطريقه الثانيه او اللي هو التايم كومبلكسيتي. راح نعرف، نبغى نعرف لما احنا نسوي رن لهذه العمليه وكانت قيمه الان 100 كم تستغرق من الوقت. ممكن تستغرق من الوقت ثانيتين عشان يطلع لي الناتج. طيب لو كان 1000 يمكن 4 ثواني، طيب لو كان 1,000,000 يمكن 6 ثواني. في هذه الحالة احنا نبغى نعرف ونحلل هذه الالجوريثم عشان نعرف ونصنفها في اي بيج او. فنبدأ طريقة التصنيف line by line. لما يكون عندي عملية اسناد مثلا variable اسمه s يساوي 0، هنا لو نلاحظ ان الفريكونسي، طبعا الفريكونسي يعني عدد مرات التكرار، هنا نحط 0 1. يعني ايش يعني 0؟ يعني انه ما يكلفني شيء، 1 يعني يكلفني وقت. فاي واحد عنده 1 هنا في اللاين الاول يعني انه يكلف وقت، اي واحد عنده 0 زي البراكتس هذه يعني ما يكلف وقت. لكن هذا شرح تفصيلي. اللي يهمني حاليا الفريكونسي بالنسبه لهذا اللاين يعتبر كونستنت، اسناد 0.0 الى الاس، فكونستنت عمليه واحده، عمليه اسناد. طيب نشوف اللي بعدها اللي فيها لوب. احنا سوينا فور لوب، الفور لوب يبدا من الواحد تو ان. طيب هنا نقطه مهمه جدا، وهنا نفترض احنا ان قيمه الان على سبيل المثال 10، وهذا افتراض، الان ممكن تكون اي قيمه. طيب لما نقول from 1 to n اللي هو 10، يعني كم مره؟ يعني من 1 الى 10 10 مرات. طيب 10 اللي هي نفسها قيمه الان، لان قيمه الان اصلا تساوي 10. فاذا الفريكونسي هذه اللوب او هذا اللاين رقم 4 كم بيتكرر من مره؟ المفترض احنا نتكرر عليه 10 مرات زائد 1. ليش قلنا زائد 1؟ لان في المره ال11 والاخيره راح يجي يقارن هل 11 اصغر من او يساوي 10؟ فولس. عشان كذا قلنا n plus 1، الn اللي هو 10 زائد 1 اللي هو المره الفولس الاخيره. فاحنا عشان احنا ما نعرف ايش قيمه الn اساسا، هذا بس رقم افتراضي، فنكتب n plus 1. معناه هذا اللاين تحديدا راح يتكرر n plus 1 من المرات. تمام. طيب نشوف اللي بعده. اللاين اللي بعده الحين هذا داخل اللوب، داخل الفور لوب، لان اللوب هنا حاليا ما لها اقواس، ما تاخذ الا ستيتمنت واحده فقط. طيب ايش اللي داخلها؟ في عندنا عمليه اسناد اللي هو s يساوي s plus a الاي خانه اللي هو الاري. طيب هذه عمليه اسناد، عمليه حسابيه، المفترض انها كونستنت. طيب ليش قال لي هنا n؟ لانها اصلا موجوده داخل اللوب، فاذا راح تتكرر، او هذا اللاين راح يتكرر عدد من المرات. كم راح يتكرر من مره؟ على حسب كم راح ندخل اللوب من مرة. احنا راح ندخل اللوب في هذه الحالة n من المرات، يعني 10 مرات. ليش ما قلنا n plus 1؟ لأن المرة 11 الأخير لما يكون false خلاص ما راح يدخل، بيتعدى. فإذا هذه أو هذا اللاين بيتكرر n من المرات، عشان قلنا، عشان كذا قلنا هنا n. يا سلام، بيتكرر n من المرات ما راح يدخل في الفولس بالضبط. تمام. فاذا الحين احنا سوينا اناليسس لكل لاين وطلعنا الفريكونسي تبعه. الفريكونسي يعني عدد مرات التكرار لكل لاين. واخيرا ريتيرن الاس هذه كونستنت، مجرد عمليه ريتيرن للقيمه الاس هذه كونستنت. فلو لاحظ اللي استفدناه من هذه الالجوريثم ان احنا كل اللي قاعدين نسوي نحسب عدد مرات التكرار لكل لاين مقارنه بالان، وهذا اللي بنسويه من الان وطالع. راح نحسب الفريكونسي ثم نجمع التوتال عشان نطلع المعادله. طبعا لما احنا نطلع المعادله انتم عندكم في المنهج يعني ما راح يطلبون منكم المعادله، يطلبون بس منكم البيج او. اوكي، بس للفائده راح نشوف ايش فائده المعادله. المعادله هنا انا عندي هنا 1، عندي هنا n plus 1، عندي هنا n، هنا عندي 1. طبعا كم عندي من n؟ هنا n وهنا n، يعني هذه 2n. كم عندي من واحد؟ واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا، يعني 3، فقلنا زائد 3. هذه المعادلة. اللي يهمني من المعادلة هذه ان احنا نوجد اللي هو البيج او. ايش البيج او هنا؟ نبحث عن اكبر معامل. حاليا المعامل عندنا هنا n، اذا هذه المعادلة او هذه الالجوريثم عبارة عن o of n.
تمام؟ يس بالضبط. البيج او اني احدد هي تبع اي كومبلكسيتي من السبعه اللي ذكرناهم قبل شوي. فاحنا اللي ذكرناه قبل شوي في هذا القسم، وين راحت سلايد؟ هنا، اللي ذكرناه ان اي الجوريثم راح تكون تحت واحده من هذه التصنيفات. حاليا الالجوريثم اللي شرحناه قبل شوي تندرج تحت اللينير اللي هو ان، بس هذا المطلوب. فاحنا كل اللي سويناه حاليا ان اوجدنا ان هذه الالجوريثم هي عباره عن بيج او اوف ان نقطه. وهذه اغلب انواع الاسئله اللي بتجيكم في الاختبارات. ممكن يجيب لكم اسئله ثانيه بعدين يقول مثلا ابغاك تحل، يعني مثلا في اللينك ليست الشابتر الثاني يقول ابغاك تحل لي السؤال الفلاني، بس ابغى البرفورمانس تبعي يكون بيج او اوف ان، يعني غير مسموح انك تستخدم نيستد لوب في هذه الحاله. فالماكسيموم انك تستخدم لوب واحده مثلا منفصله، ما يكون داخلها لوب ثانيه. فهذه الطريقه ثانيه من طرق الاسئله اللي يجيبها لكم. خلونا نركز برضو على البيج او. يعني حاليا بتشوفون الموضوع انه عباره عن تحليل، وان احنا نطلع البيج او لكل واحد من الالجوريثمز، بس مع الاستمرار مع الممارسه بعدين بمجرد اني انا اشوف الالجوريثم مجرد النظر راح اعرف هي بيج او اوف وات، هل هي ان، هل هي لوج الان، هل هي ان تربيع، مجرد النظر بس شوي شوي خطوه خطوه. نشوف الالجوريثم ثانيه، لاحظوا معي هنا وابغاكم تحلونها معي ونشوف هل الاجابه تبعنا بتكون صح ولا غلط. اللي داخله معنا هنا اول شيء هنا الاس والاي، اللي داخله معنا اللي لها تايم كومبلكس راح نحط عندها واحد، اللي ما لها تايم كومبلكس راح نحط عندها زيرو. نبدا من اللاين الاول، هل هو داخل معنا في التايم كومبلكسيتي؟ لا، نحط زيرو. طبعا احنا ما يحتاج بعدين نحل، حاليا احنا بس نتعلم. هنا الاقواس زيرو، هنا واحد، يا سلام. اللي بعده يس داخل طبيعي، وهذا برضو داخل، وعملية الريتيرن داخلة معنا، وأخيرا الأقواس لا. طيب حددنا إيش اللي له time complexity وإيش اللي ما له time complexity. الحين نروح نبدأ بهذه الفور لوب، ومثل ما اتفقنا راح الأفضل يعني أنا عن نفسي لما أجي أحل أعطي أرقام افتراضية عشان أعرف لما أحل أتأكد من حلي بطريقتين، عن طريق الأرقام الافتراضية هذه، وأيضا عن طريق المعادلة اللي أطلعها. فهنا لنفترض أن أنا عندي طبعا array وعندي n وعندي m. ال n خلونا نفترض أن قيمتها مثلا 10، وال m برضو خلونا نفترض أن قيمتها 10. هذه قيمتين مختلفة كلها inputs، ممكن تكون أي قيمة، ممكن تكون 100، ممكن تكون 1000، أنا رقم صغير أعطيتها اللي هو 10 على 10. طيب بنسوي for loop. الفور لوب الأولى ال i يبدأ من 1 إلى ال n، يعني يبدأ من 1 إلى 10. طيب الفريكونسي عدد مرات التكرار لهذا اللاين كم بيكون؟ من 1 إلى 10 هذا يساوي n. طيب والمرة الزيادة اللي هي false يعني كم بيساوي؟ راح يساوي n plus 1. يا سلام، مثل اللي تعلمناها قبل شوي. طيب والتوتال كم بيصير؟ هنا برضو بيكون n plus 1. طيب سؤال مهم جدا، الحين في لوب ثانية هنا، هل هي نستد لوب ولا مستقلة؟ لا، هذه نستد لوب. طبعا هنا هم حاطين سيمي كولون، بس المفترض انها نستد لوب، تمام؟ فإذا هذه اللي داخل الحين راح نحسبها بناء على انها داخل الفور الأولى. الفور الأولى قاعد تكرر n بلس 1 من المرات. طيب الفور اللي داخل هذه الجي تبدأ من 1 إلى الام، أيضا الام 10. طيب هنا في عملية خاصة، لأن احنا لما نلف من الواحد إلى الام هذه كم؟ هذه ام من المرات. طيب في مرة واحدة زيادة اللي هي بتكون ايش؟ فولس. فإذا بيكون عندي ام بلس 1. طيب هذا الفريكونسي تبعها. طيب كم بيصير التوتال؟ أنا عندي هنا بيكون فيه عندي هذه بتلف ان بلس 1، بس ايش؟ هي موجودة داخل ال n، يعني هذه الحالة بتلف m من المرات، بس بعد ما تخلص
بيرجع الان بيسوي انكريمنت، بعدين بترجع هذه مره ثانيه بتسوي بتلف ام من المرات مره ثانيه لانها نيستد. فاذا تذكرون في جافا كنا نقول اذا مشت الفور الخارجيه خطوه واحده الداخليه تمشي جميع الخطوات، معناه كل ما مشت هذه الان خطوه الام بتمشي جميع الخطوات. اذا ام بلس 1 تكون مضروبه في مين؟ المفترض تكون مضروبه في الان. الان الخارجيه نضربها في الام الداخل هذا، فهنا بيكون عندي ان مضروبه في ام بلس 1. طيب بالنسبه لللاين 5 وين موجود؟ موجود داخل النيستد لوب، فاذا هو راح يتكرر ان ام المرات، يعني ان مضروب في ام. يعني باختصار اللي حاب انه يفهمها بلغه الارقام، لاني انا حاط ارقام هنا، 10 في 10 كم؟ 100. معناه هذا اللاين بيتكرر 100 مره، اللي هو 10 ضرب 10. شفتوا شلون طلع الناتج نفسه؟ بس احنا يا نتكلم بالارقام ونتكلم بالمعادله. الارقام انا اضيفها بس عشان احنا نتاكد من حلنا انه صحيح. فاذا هذا اللاين تحديدا راح يتكرر 100 مره في حالتنا هذه، لان الان ب 10 والام ب 10. تمام، فهنا نقول ان ام من المرات. واخيرا الريتيرن ستيتمنت كونستنت 1، وهنا طبعا 0. طيب لما نوجد المعادله، بغض النظر حاليا احنا ما نبغى نطلع المعادله، انا بسالكم سؤال، ايش التايم كومبلكسيتي تبعها؟ ايش البيج او تبع هذه الالجوريثم؟ انا عندي هنا ان وعندي هنا ام مضروبه في بعض. طبعا لو هنا ان وان راح نقول ان تربيع، صح؟ بس انا ما عندي ان وان، عندي ان وام. فاذا بنقول برافو عليك، ان مضروبه في ام، فهنا البيج او تبعها بيكون او ان ام. طبعا هم معطينا ام هنا بس عشان التمويه، ولا المفترض ان الام والان هي قيم افتراضيه، احنا ما نعرف ايش هي تحديدا. اللي نبغى نوجده هو البيج او. في هذه الحاله البيج او المفترض هنا ان يساوي يعني نوعا ما ان تربيع، بس احنا ما نقدر نقول ام تربيع، لان احنا اللي قاعدين نسويه ان اللوب الداخليه الخارجيه اللي هي ان قاعدين نضربها في اللوب الداخليه اللي هي الام. فمهما كانت قيمه الان والام راح تنضرب في بعض في الاخير. يعني لو كانت قيمه الام 100 والان 10، المية هذه راح تتكرر 10 مرات، إذا N مضروبة في M، يعني 10 مضروبة في 100. فمهما كان البيج O راح يكون مكون من N مضروبة في M، هذا الناتج الأكبر. بعطيكم عليه example بعد شوي. فلما نجي هنا نشوف الناتج البيج O، لو نلاحظ الألجوريثم اللي طلع معنا طبعا نفس النواتج اللي شفناها قبل شوي، بس لما نشوف المعادلة الأخيرة نبغى نشوف البيج او الأكبر أو التايم كومبلكسيتي الأكبر فيهم. عندي هنا كونستنت، عندي هنا ان، وعندي هنا ان ام، فإذا هذه بتكون او اوف ان ام. تمام. طيب سؤال يقول لو أعطاني الاي يساوي 0 مو 1 يصير ان. سؤال جميل جدا، لو هنا بدال الاي بدل ما تصير 1 خلاها 0، ايش بيكون الناتج؟ طيب خلونا نحسبها مع بعض. لما احنا قلنا من 1 الى ان، وفرض ان الان 10، فمن 1 الى 10 يعني 10 مرات، يعني يساوي ان، وزايد المره الاخيره اللي هي فولس يعني قلنا بلس 1. طيب الحين لو قلنا من 0 فايضا نضيف عمليه الصفر، فايش بيكون الناتج؟ ان وبلس الفولس اللي هو 1 بلس مين؟ بلس عملية الزيرو. الزيرو تعتبر عملية إضافية، لأن من 0 إلى N يعني من 0 إلى 10 هذه 11 مرة، إضافة إلى عملية الفولس هذه 12 مرة. فإذا الناتج هنا بيكون N بلس 2. يعني لو كانت الـ N 10 فإن هذه بتلف 12 مرة. وضحت ولا ما وضحت ولا أعيدها؟ لأن احنا إذا بدينا من الزيرو فهذه خطوة إضافية، من صفر إلى 10 هذه 11 مرة، زائد المرة الأخيرة اللي هي فولس هذه 12 مرة،
عشان كذا بتكون n اللي هو 10 زائد 2. وضحت؟ فمهم جدا احنا نعرف ايش نقطة البداية. طبعا هذا ما راح يأثر عليه كثير في البيج او، زيادة واحد ولا ناقص واحد ما يأثر. اللي يأثر على البيج او هو عدد اللوبز الموجودة وايش نوع الانكريمنت، هذه الاشياء يركز عليها. يس المرة الخطأ اكيد اجبارية، لانه هو بيشيك في مرحلة المراحل في الاخير بيجي يشيك، اذا خطأ بيطلع من اللوب، اذا صح بيدخل اللوب، فهذه لازم يوصل هذه المرحلة، فبتكون محسوبة في كل الاحوال كخطوة اضافية في الشرط تبع اللوب. سؤال يقول عادي توضح كيف صارت ان تربيع من ام في ان؟ لا هي ما صارت ان تربيع، لكن لو ان هنا ما في ام وصارت ان في ان يعني نيستد لوب راح تكون ان تربيع، لان ان مضروبة في ان. طيب بس انا هو اعطاني هنا ام ما اعطاني ان، فايش بيكون؟ راح نضربهم في بعض، نضرب ال n في ال m فبيعطيني n m، فهذا هو المقياس اللي انا ذكرته. ما اقصد ان هذه بتكون n تربيع، لا اقصد انها نفس العمليه ان نستد لوب، فبدال لا نضرب n في n يعطيني n تربيع، ضربنا في n في m واعطاني n m. حلو. طيب تقريبا هذه يعني النقاط الأساسية احنا نحتاج نفهمها ونستوعبها كويس. نوعية الأسئلة اللي تجيكم أنتم يعني عادة ما تكون، ما يطلب فيها تفاصيل أكثر. طبعا هنا بيعطيني التسلسل الريت اللي هو الكمبلكستي، أول شيء نبدأ بالكونستنت طبعا، بعدها في عندنا لوج الان، بعدين ان، بعدين ان لوج الان، ان تربيع، ان تكعيب، بعدين 2 to the power of n. في كل الجوريثم احنا نحللها راح نختار واحده من هذه في الاخير تكون بيج او. وخلاصه عشان تشوفونها بالعين المجرد يعني بعدين بدون ما تحتاج اي تحليل، اعطيكم عليها ملخص سريع، والملخص تلقونه عندكم موجود في الموقع. سويت فايل وجبت كل واحده من هذه الكومبلكسيتيز وضربت عليها مثال عشان لو مجرد تشوف الجوريثم تعرف البيج او تبعها مباشره. لوج الان لما يكون عندي لوب لكن الانكريمنت فيه يا انه يكون مضروب في 2 او مقسوم على 2، تمام. الان يكون عندي لوب والانكريمنت يكون عادي، يا انكريمنت بواحد او ديكريمنت بواحد. طيب اللي بعده ان لوج الان، ان لوج الان عاده تجي لما يكون عندي نيستد لوب، اللوب الاول يكون يلف على جميع الان يعني انكريمنت بواحد، واللوب الثاني يكون انكريمنت مضروب في 2 او مقسوم على 2. يعني هنا بيكون عندي لوبين ان مضروب في لوج الان مدموجه في النقطتين هذه هنا. اللي بعدها ان تربيع، يكون عندي نيستد لوب يكون فيه ان مضروب في ان، كلهم يمشون انكريمنت باي 1 او ديكريمنت باي 1. النوع اللي بعده اللي هو ان تكعيب، هذه تجي في حالتين مختلفه، حتى الان تربيع تجي في حالتين مختلفه، وبعطيكم هنا عليها اكزامبل. لما نجي هنا وناخذ اي اكزامبل هنا في التست، خلونا نسوي فور لوب، فور وناخذ قيمه الان، نفترض هنا ان انت الان يساوي 10. طيب اذا قلنا احنا بنلف هنا ان من المرات اللي هو 10 مرات ونبدا من الواحد مثلا، بما أن ما في مساواة نحط مساواة عشان هنا هذه بتكون الحين n plus 1 من المرات. بنسوي هنا counter، نبغى نطبع الكاونتر قبل وبعد ونشوف إيش بيعطينا الناتج. لما نجي هنا نقول int الكاونتر اللي هو c يساوي 0 من البداية، وهنا نجي نقول c plus plus، وبعد ما نخلص نجي نطبع c نسوي run نشوف ايش الناتج. اعطاني 10، 10 اللي هو قيمة اللي داخل اللوب، فمعناه اللي داخل اللوب كم مرة مشى او كم الفريكونسي تبعه نفس قيمة ال n. طيب بالنسبة لللوب نفسه بيكون n plus 1، لأن طبيعي اللي داخل اللوب بيكون أقل من اللوب نفسه بخطوة، لأن الشرط هنا قلنا راح نضيف فيه عملية الفولس، عملية تشييك الفولس، تمام. طيب
اللي أبغى أوريكم إياه الحين لما نجي هنا نقول N ضرب N، يعني لما تكون الـ N 10 هنا فمعناها 10 مضروبة في 10، هذه كم بتصير؟ لما نسوي عليها تست أعطاني 100. معناها هذه لما أجي أسألكم الحين هذه الألغوريثم كم البيج أو تبعها؟ وقد جت في اختبار سابق، الحين هذه الألغوريثم كم البيج أو تبعها؟ ركزوا كويس، لاحظوا معي، احنا نبغى نطلع الفريكونسي، خلونا نجي نسويها لاين باي لاين. برافو عليكم اللي كتبتوا الإجابة. طيب خلونا نجي نسويها لاين باي لاين. هذا اللاين الأول كم الفريكونسي تبعه؟ عملية إسناد كم بيكون الفريكونسي؟ 1. يا سلام. طيب اللاين الثاني برضو عملية إسناد 1. طيب اللاين هذا الحين لو نلاحظ اللاين هذا راح نبدأ من 1 إلى وين؟ إلى N مضروبة في N، يعني N مضروبة في N كم راح تساوي؟ هذا اللاين كم بنلف عليه من مرة؟ يا سلام N تربيع، لأن أنا عندي هنا N مضروبة في N، يعني لما كانت الـ N بعشرة ضربناها في 10 يعني ضربناها في نفسها صار عندي الناتج 100 اللي هو 10 أس 2 اللي هو 10 ضرب 10، فإذا صارت N تربيع. طيب اللي داخل هنا طبعا هذه N تربيع بلس 1 اللي هو عملية الفولس، اللي داخل هنا بيكون N تربيع من المرات. ليش عرفنا أن N تربيع من المرات؟ لأن الإنكريمنت لما خلصنا طبعنا السي كم أعطاني الناتج؟ كم الناتج طلع معنا؟ 100. المية اللي هو عبارة عن N تربيع، نفس قيمة الN تربيع تماما 100، فنعرف أن اللي داخل هنا عبارة عن N تربيع، فبالتالي البيج O تبع هذه الألغوريثم بيكون N to the power of 2. طيب عشان أثبت لكم أن N تربيع تفرق كثير عن الـ N العادية، يعني مثلا خلونا نشيل الضرب من هنا ونخلي هذه 10,000 مثلا، لما نسوي رن كم بيطلع الكاونتر؟ كم بتصير قيمة الكاونتر؟ عشر ألاف اللي هو نفس قيمة الـ N، أعطاني 10,000، إذن هذه big O of N. طيب لو نلاحظ الحين لما أضربها في N فبتكون N تربيع، بيطلع لي رقم كبير جدا. ليش؟ لأن التايم كومبلكسيتي تبعها بيكون عالي جدا، فبمجرد أن أنا كان الانبوت عندي 10,000 راح يستغرق مني، لاحظوا كم راح يستغرق مني، مليار مرة عشان ينتهي اللوب. شوفوا الفرق الكبير، يعني 1 2 3 4 5 6 مو مليار، هذه 100 أو هذه 10 مليون، فيستغرق مني 10 مليون عملية عشان ينتهي اللوب، بينما الانبوت عبارة عن 10,000 لكن استغرق مني 10 مليون عملية. فتقدرون تتخيلون لما يكون برنامج كبير، وبعطيكم مثال واقعي عشان تفهمون بس إيش فكرة time complexity. أوكي بعطيكم مثال واقعي. مرة في المرات رحت سويت مقابلة شخصية، قالوا لي تعالي يا عبد الرحمن احنا بنعطيك قائمة أسماء فيها مليون اسم، تمام مليون اسم، وقالوا داخل هذه القائمة نبغاك تبحث عن اسم واحد اللي هو مثلا هذا الاسم، وش أفضل طريقة؟ تخيلوا أن عندي مليون اسم في هذه القائمة، لو قلنا احنا بنستخدم، خلونا نستخدم أبسط مثال اللي هي فور لوب عادية اللي هي N من المرات، معناه أنا مضطر ألف مليون مرة على جميع الأسماء الموجودة بحثا عن اسم واحد فقط، فهنا التايم كومبلكس يعتبر عالي. أكيد في طريقة أسرع، إيش أقدر أستخدم؟ أقدر أستخدم لوجل إن. لوجل إن إيش فكرتها؟ لوجل إن إن إحنا نمشي بالمضاعفات، يعني ببدأ من هنا، خلونا نجي نغير القلم، نبدأ من هنا، حسيت إن ما زلت بعيدة، فرض إن الأسماء مرتبة أبجدية والاسم اللي أبغاه مثلا بحرف الإس، فحرف الإس بعيد، أنا بديت من حرف الأي، فبروح أبدأ أتجاوز هنا، بعدين بتجاوز هنا،
بعدين بروح اتجاوز هنا، بعدين بروح اتجاوز هنا، يا سلام نضرب في اثنين كل مره، فبيمشي بشكل اسرع. فبدال لا يمشي مليون مره، خلوني اوريكم الحين العشرة الاف هذه لما نستخدم مع لوج الان كم راح يستغرق من عمليه. كل اللي بنسويه ان الانكريمنت نخليه تايمز ايكوال تو، لما نسوي رن اقل من النص 14 مره بس. يعني تخيلوا معي من 10,000 اسم انا اقدر اني اخلص اللوب هذا كله في 14 مره فقط. يعني اللوب هذا دخلناه 14 مره فقط، ليش؟ لانه قاعد يمشي بالمضاعفات. طيب لو خليته مليون، 1 2 3 4 5 6، كم راح يستغرق من مره عشان يلف على العناصر اللي او يتجاوز العناصر بحثا عن عنصر واحد؟ نسوي رن استغرق 20 محاوله فقط. لو تلاحظون الكومبلكسيتي هنا سريع، التايم هنا ما اخذ مني وقت طويل. فهذه هي الفرق، عشان كذا انا اعطيتكم مثال واقعي، ويمكن تسالون في يوم من الايام في المقابله الشخصيه نفس هذا السؤال. فمهمه جدا التايم كومبلكسيتي، مهمه جدا البيج او. انا ايش ابغى موظف لما اقول له ابغاك تبحث لي من بين ملايين الاسماء عندي تسوي لي الجوريثم تستغرق وقت طويل؟ يعني بدون مبالغه اذا احنا نبحث في مليون اسم راح يستغرق ممكن مني دقيقتين او 6 دقائق عشان يطلع لي اسم واحد. ما عندي وقت انا ابحث كل هذا الوقت. عشان كذا نروح نبحث عن طرق اسهل، الجوريثمز اسهل. يا سلام. طيب انا راح اتوقف عند هذا الحد في هذا الفيديو، راح اخذ في البريك مجموعه من الاسئله اشوف ايش اللي تحتاجون نركز عليه، ثم نكمل ان شاء الله في الفيديو القادم.